ولذلك أعطانا الله عز وجل عبرا. ابن نوح، زوجة نوح، زوجة لوط، عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو إبراهيم، ولد آدم، الأخوان كما يقال هابيل وقابيل. إذن قصص تبين لك أنه ربما تواجه من هو قريب لك، ما بين أخ أو ابن أو أب أو زوجة أو أقرباك، ليس الأمر بيدك، هؤلاء أعظم منك فصاحة وأحرص منك على الخير، ومع ذلك ما اهتدى هؤلاء الأقربون لهم. أبرئ ذمتك، قضية والله النتائج والثمرات هذه ليست بيدي، إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء.